Hello, my dear students in primary 4. Our lesson today, operation on decimal number. Okay. Operation on decimal number and then a 3 operation. Then a plus, then a minus, and then a divided. Start. Type. Will you find the result? 8.691 plus 49.339. طيب عشان احنا هنا نعمل بلس، قبل ما نعمل بلس لازم تخلي بالك ان اشوف الديسيمال بوينت. Before the decimal point, how many digits? 3 digits. How many digits before the decimal point? 3 digits. يبقى number of digits اللي هنا equals the number of digits اللي هنا. يبقى انا كده هعمل بلس عادي. طيب انا عن نفسي بفضل اني عشان اجي اعمل بلس اعملهم فيرتيكال، احطهم تحت بعض، ما بحبش اعملهم هوريزونتال، بس عشان الوقت عشان هنا نشوف الدنيا بسرعه فهنعملهم هوريزونتال. فهنقول 1 بلس 9 ايكوالز 10، 0 اندر نيمينج 1، 1 بلس 9 10، بلس 3 ايكوال 13، 3 اندر نيمينج 1، 1 بلس 6 7، 7 plus 3 equals 10, 0 under naming 1, 1 plus 8 equals 9, 9 plus 9 equals 18, 8 under naming 1, 1 plus 4 equals 5, 58.030 thousandths. طيب في واحد هيقول لي يا مستر انت قلت لي اشوف هنا كام ديجيتس وهنا في كام ديجيتس، طب انت ليه ما قلتش هنا في 2 ديجيتس وهنا في 1 ديجيت؟ لا انا الول نمبر ماليش دعوه بيه، انا ليه دعوه بالنمبر الديجيتس اللي بيفور الديسيمال بوينت. اوكي طيب نمبر 2 7.961 بلس 53.27. هنا بقى لو انا بصيت هلاقي في 3 ديجيتس معايا هنا وهنا في 2 ديجيتس، عشان كده بعمل بوت 0. يبقى أول حاجة هعملها هحط 0 هنا جنب 27 عشان تبقى 270، عشان يبقى هنا 3 ديجيتس وهنا 3 ديجيتس، وأبدأ أعمل بلس عادي. 1 بلس 0 1، 6 بلس 7 13، 3 أندر نيمينج 1، 1 بلس 9 10، بلس 2 12، 2 أندر نيمينج 1، 1 بلس 7 8، بلس 3 إيكوالز 11، 1 أندر نيمينج 1، 1 بلس 5 إيكوالز 6. تبقى 61.231. اوكي طيب نمبر 3 9.391 plus 55.393. دي زي اللي فوق اهي عاديه خالص. هنعمل 1 plus 3 تبقى equals 4، 9 plus 9 equals 18، 8 under naming 1، 1 plus 3 4 plus 3 تبقى 7، 9 plus 5 تبقى 14، 4 under naming 1، 1 plus 5 تبقى equals 6. اوكي طيب تعال بقى نشوف ماينس. هنا 123.5 minus 81.666. لو انت خدت بالك هتلاقي هنا في 1 ديجيت وهنا 3 ديجيتس، ما ينفعش. عشان نبدا نعمل ماينس لازم اعمل بوت تو 0 عشان يبقى هنا في 3 ديجيتس وهنا في 3 ديجيتس. اوكي طيب طبعا لما نيجي نعمل بلس او نيجي نعمل ماينس بنعمل ستارت فروم رايت. اوكي 0 minus 6 can't be. Pour 1 from 0 can't be. Pour 1 from 5 equals 4. And 0 becomes 9. And 0 becomes 10. 10 minus 6, 4. 9 minus 6, 3. 4 minus 6 can't be. Pour 1 from 3. 3 becomes 2. And 4 becomes 14. 14 minus 6 equals 8. 2 minus 1, 1. 2 minus 8 can't be. Pour 1 from 0, 0 becomes 1 becomes 0, sorry, and 2 becomes 12. 12 minus 8 equals 4. Okay? Number 2. 124.8 minus 81.526. طبعا زي اللي فوق، احنا زي ما اتفقنا قلنا هنعمل ايه؟ put to 0. ادي اهو عشان يبقوا 3 digits و 3 digits. 0 minus 6 can't be, pour 1 can't be, pour 1 from 8 becomes 7, and 0 becomes 9, and 0 becomes 10. 10 minus 6 equals 4, 9 minus 2 equals 7,
7 minus 5 يبقى equals 2 4 minus 2 2 2 minus 8 can't be يبقى borrow 1 from 1 يبقى 0 and 2 becomes 12 12 minus 8 يبقى equals 4. بص بقى معانا اللي جاية دي 126 minus 81.386. لو انت خدت بالك ايه ده هنا يا مستر مفيش ديسمال خالص. يبقى احنا اول هنعمل ديسمال بوينت وهنحط لها 3 0 عشان يبقى عندي 3 ديجيتس و 3 ديجيتس. اوكي يبقى لو انا ما عنديش ديسمال بوينت انا بعمل لها ديسمال بوينت في الفيرست بيفور 6. اوكي تمام اند بوت 3 زيروز. اوكي 0 minus 6 can't be 0 borrow 1 from 0 can't be borrow 1 from 0 can't be borrow 1 from 6 يبقى 6 becomes 5 and 0 becomes 9 9 10 10 minus 6 4 9 minus 8 1 9 minus 3 6 and 5 minus 3 2 2 minus 8 can't be هتبقى 12 minus 8 تبقى 4. اوكي طيب ده كده البلس والماينس. اوكي برايمري 4. طيب نيجي بقى للديفايدد. الديفايدد دي فيري 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 ايزي. هاو قال هنعمل دروب لل 933 هاو ميني 0 1 0 يبقى بوت ديسيمال بوينت افتر 1 ديجيت هتبقى 93.3. اوكي طيب هنا هنعمل 1006 divided 100 كل اللي هنعمله نعمل دروب لل 1006. اوكي هاو ميني 0 2 0 يبقى بوت ديسيمال بوينت افتر 2 ديجيت تبقى 10.06. اوكي طيب نمبر 3 4030 divided 1000 هنعمل دروب لل 4030 هاو ميني 0 يبقى 1030 يبقى بوت ديسيمال بوينت افتر 3 ديجيت يبقى 4.030. انا سامعك انت بتقول لي طب يا مستر لو هما ايكوال يعني هنا 22 مثلا وهنا 100 ده 2 0 وهنا 2 ديجيت يبقى نعمل بوينت افتر ال 2 ديجيت عادي بس في الوول نمبر ماست بي بوت 0. اوكي طيب افرض بقى يا مستر ان انا عندي 66 دول 2 ديجيت و 1030 يعني المفروض ان انا اعمل البوينت افتر 3 ديجيت يبقى هتعمل اد 0 في الليفت يعني 66 تعملها افتر 70 افتر 66 بوت 0 وبوت ديسيمال بوينت اند بوت 0 تو وول نمبر. اوكي طيب 308 ديفايدد 1000 يبقى برضك هنعمل دروب لل 309 سوري 309 ديفايد 1000 يبقى هنعمل دروب لل 309 okay and put point after 3 digit. okay ودي كانت حلقتنا النهارده بخصوص الاوبريشن اون ديسيمال نمبر. goodbye and good luck.